السلام عليكم ورحمة الله. في بداية هذا البرنامج لهذا اليوم أوجه تهنئة من أسرة برنامج صحافتكم لصحيفة الوطن بمناسبة الذكرى السنوية 15 لتأسيسها، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي بينت لهذا اليوم. رئيس المجلس الأعلى للبيئة يبحث مع وزير الداخلية إنشاء شرطة بيئية. وزير المالية: المواطن محور الخطط والبرامج والمبادرات التنموية. وإلى صحيفة الوطن والتي لفتت: وزيرة الصحة: لقاح فيروس كورونا يصل إلى مملكة البحرين خلال 20 يوما. ومع عناوين صحيفة الأيام والتي استهلت: خالد بن عبد الله: استمرار الدعم وتحفيز التعافي الاقتصادي. وإلى صحيفة البلاد والتي نقلت: إطلاق اسم الراحل الكبير على مركز مدينة خليفة الصحي. زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 38% في عام 2021. إلى صحيفة البلاد، ونطالع منها أنه تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، تنطلق اليوم بطولة العيد الوطني المجيد للقدرة التي تأتي بتنظيم من الاتحاد الملكي تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله. ذكرت صحيفة البلاد أن مجلس بلدية الجنوبية وافق بالإجماع على الاقتراح الوارد بشأن تغيير تسمية مركز مدينة خليفة الصحي ليكون باسم مركز الأمير خليفة بن سلمان الصحي، وذلك للدور الكبير والجليل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه في خدمة مملكة البحرين في مختلف القطاعات ومنها القطاع الصحي. من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عنوان مقال في صحيفة البلاد للكاتب عبد علي الغسرة. فإلى هذا المقال. يحتفل العالم ودوله ومنظماته باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد حددت منظمة الأمم المتحدة يوما في ديسمبر من كل عام منذ عام 1995 للاحتفال بالمتطوعين تبجيلا لجهودهم الإنسانية ولزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دور التطوع. تحتفل مملكة البحرين بهذا اليوم الإنساني لإيمانها بمبادئ التنمية وتعزيز قيم العمل التطوعي ومبادئه النبيلة وقيم التكافل الاجتماعي، كونه سلوكا حضاريا يرتقي بالثقافة المجتمعية وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية والتماسك الاجتماعي. تولي البحرين أهمية كبرى للعمل التطوعي ودعم المتطوعين والمنظمات الأهلية. يأتي انطلاق جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لتكريم رواد العمل التطوعي العربي في عام 2011 بهدف تشجيع وتنمية العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع ودعم الأهداف والبرامج الإنمائية لحكومة مملكة البحرين والمساهمة في توجيه الطاقات الشبابية العربية وتنمية قدرات ومواهب وابداعات المتطوعين وتعزيز الروح المنافسة الشريفة بين الجمعيات والمراكز التطوعية. نتحول إلى أبرز ما جاء في صحيفة أخبار الخليج، حيث بينت أن سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة
عقد اجتماعا مع الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وخلال الاجتماع قدم سموه مشروعا يقضي بإنشاء شرطة بيئية من بين مهامها المحافظة على البيئة البحرية. خط الكاتب محميد المحميد مقالا في صحيفة أخبار الخليج حمل عنوان مكافحة الفساد، الفساد ليس مالا فقط، فإلى هذا المقال. من الخطأ حصر موضوع الفساد في مسألة الاختلاس أو الهدر أو الرشوة المالية، فتعطيل مصالح الناس نوع من أنواع الفساد، واستغلال النفوذ والسلطة فساد، بيع وتأجير السجلات التجارية بالباطن فساد كذلك، الاحتيال وغسل الأموال فساد، هدر الوقت في العمل والدوائر الرسمية والخاصة نوع من أنواع الفساد أيضا. لذلك كان تأكيد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي صريحا وواضحا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد شان أهمية الجهود القائمة لمواصلة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطوير الأجهزة الرقابية والسني وتحديث التشريعات بما يخدم التطلعات المنشودة الرامية إلى ترسيخ نهج الشفافية والمحاسبة. جاءت كلمة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية تعزيزا لمشاركة مملكة البحرين المجتمع الدولي هذا اليوم، فلدينا في مملكة البحرين منظومة متكاملة للحماية من الفساد كما أشار إليها وزير الداخلية. إن إعلان وزير الداخلية مباشرة نحو 64 قضية فساد وإحالة قضية إلى النيابة العامة تؤكد حرص مملكة البحرين في ظل دولة القانون والمؤسسات ومسيرة النهضة التنموية شاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه وصوره. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أنه في إطار النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة التي تم إطلاقها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، حيث تأهلت 12 فكرة للمرحلة المقبلة من المسابقة بعد الانتهاء من مرحلة تقييم المقترحات 40. لفتت صحيفة الوطن أن وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أكد أن الوساطة الجنائية ستلعب دورا كبيرا في أغلب النزاعات القضائية القادمة. كتب الكاتب فيصل الشيخ مقالا في صحيفة الوطن جاء بعنوان إنجاز بحريني آخر في مواجهة كورونا، فإلى هذا المقال. وزارة الداخلية البحرينية وزارة أكن لها شخصيا ومعي مئات الآلاف من شعب البحرين والمقيمين كل تحية واحترام، ولا أظن أنني بحاجة لسرد أسباب لذلك. يكفي أنها الوزارة التي برأس هرمها الرجل القوي الشيخ راشد بن عبد الله ومنسوبيها من ضباط وأفراد شغلهم الشاغل السهر على حماية هذا الوطن وأهله والمقيمين فيه. إنجازات عديدة حققتها وزارة الداخلية، وكل واحد منها يحكي فصلا رائعا من فصول التضحية والتفاني والإخلاص. ولعل قرب احتفائنا بذكرى يوم شهيد في 17 من ديسمبر مسألة تذكرنا بالرجال المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم لأجل هذا الوطن وأهله. هنا من يظن بأن جهود وزارة الداخلية محصورة في حماية الوطن والتصدي لمن يكيد له فقط، فهو مخطئ تماما. فوزارة الداخلية مثلما هي جهة هامة لها دورها الأساسي في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، فإن لها دورا مجتمعيا إصلاحيا هاما كمؤسسة تحرص على مستقبل كل فرد حتى لو أخطأ وسلك مسارا خاطئا، حيث تهيئ له الظروف والأجواء المناسبة حتى يعيد حساباته
ويصحح مساراته ويكون عنصرا فاعلا في هذا الوطن. وبالتالي الحديث يعود مجددا للجهود المبذولة في مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال الإدارة المعنية بها. وهنا أتذكر حديث وزير الداخلية بشأن الدور الإنساني الهام الذي تقوم به هذه الجهة، حديث كانت فيه نبرة الأبوة واضحة وإحساس المسؤولية كبيرا لدى رجل قيادي همه أن يرى كل مواطن في صورة الإنسان النموذجي الصالح. كما ونشر الصحيفة الوطن كلمة افتتاحية بمناسبة الذكرى السنوية 15 لتأسيسها، جاءت بعنوان 15 عاما في خدمة الوطن، فإلى هذه الكلمة. يحتفل الوطن في ديسمبر من كل عام بأعياده الوطنية المجيدة التي تعد ذكرى عزيزة على قلوب كل البحرينيين. تتزامن مع هذه المناسبات الوطنية ذكرى تأسيس صحيفة الوطن التي انطلقت في ديسمبر عام 2005. والوطن اليوم إذ تحتفل بخمسة عشر عاما من العطاء قضتها في خدمة الوطن والمواطن، تؤكد التزامها التام بالثوابت الوطنية وفق ركائز المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مجددة التزامها بمبدئها الذي لا يحيد عنه أن الوطن ولاء الوطن. نؤكد أننا مستمرون في تعزيز مكتسبات المشروع الإصلاحي، أننا باقون على العهد لحماية وطننا والذود عنه، ولن ننفك أن نشهر أقلامنا ضد أي متربص يريد بوطننا العزيز السوء. ستبقى الوطن تعمل بمبادئها وقيمها البحرينية الأصيلة تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لخدمة الوطن وشعب البحرين الوفي. ننتقل إلى صحيفة الأيام ونطالع منها أن هيئة البحرين للثقافة والآثار أعلنت عن تنظيم 7 فعاليات مختلفة ضمن احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد، ومن بينها افتتاح معرض نسيج بني جمرة. نشر صحيفة الأيام أن منتسبي وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين بدأوا تزيين صدورهم بوضع وردة الشهيد جريا على العادة السنوية ابتداء من يوم أمس الأربعاء وحتى 17 من شهر نفسه تخليدا لذكرى شهداء الوطن. ذكر صحيفة الأيام أن السلطتين التشريعية والتنفيذية عقدتا يوم أمس الاجتماع المشترك الأول عن بعد لبحث قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين. وأكد الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي أن الميزانية وضعت المواطن محورا أساسيا خلال المحافظة على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام البرنامج لهذا الأسبوع، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة برامج إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر لقنوات إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي اتش. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.